السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي. اليوم غنسقسيو الناس واش جامع شي فلوس للعيد كبيره ولا باقي. با مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. با مصطفى بقيتي كتفكر في شي عيد ولا باقي؟ وباقي دابا شويه صلاه بدينا كنجمعوا، صلاه جمع لنا 21000، شحال باقي في الشهر دابا؟ 15 اليوم. ايوا 15 اليوم باقي خصنا يا الدري واش عندنا غير ديك الحلوه واش غندبروا بها الحولي؟ والله يجيب شي مؤمن يخلصوا علينا. امين ان شاء الله، باقي الخير في الدنيا. وشحال هذه شحال كنتي كتشري الحاولي؟ وانا شريت، انا اول اللي غنشري الحاولي غادي نشري ب 115، ملي بديت كنشري الحاولي في الاخر ديالنا 250 وكملت 270 من تما ما شريتو، بقينا غير اذا كنتعوطوا مع الاخوان، مع لك شي واحد اذا يقدر يتنافس معنا. ايوا هيدا والحر الله يجيب لك شي حاولي با مصطفى. امين ان شاء الله فهمتي. ان شاء الله. مرحبا بك. مسا عليك. منور تبارك الله. حتى انت هنا منور، ملي كنشوفوك عاود كان يعني المسائل ديالك عندي ما نسالك. غنقول لك واش شريتي شي عيده ولا باقي؟ باقي حتى نهار الحد ان شاء الله كنخرج عند واحد العموم الله راد عياشه، كنتسخر من عنده من تما وكنخليه له تما حتى نهار ليله العيد عاد كنجيبو. غنقول لك ديك الناس اللي كيسلفوا من البنكه باش كيشريو ديك الحوالي كبير تبارك الله. وهذوك زعما الغلط اللي كيبغي يمشي يسلف من البنكه اولا كيمشي بيع حوايجه اولا هادشي هذا كامل، هذا كامل ممنوع حتى شي حاجه. ما عندك شي ما تشريش، ما تشريش. وسيدنا رسول الله راه عيد عليك لما تبع سيدنا رسول الله، قال لك هذا عني وهذا عن امتي. هذاك اللي ما عنده شي راه هنيئا له، عيد عليه سيدنا رسول الله. احسن ما يعملش، علاش غادي يمشي ويسلف يعمل الربا باش يمشي يعيد هو؟ ما في جبرتي شي حاجه قد جهيد ديالك عملها، ما جبرتي شي. الله يجعل شي بركه. تبارك الله عليك. عليكم. واحد الراجل مسكين قلت له صدرني على موضوع ديال الحاولي، قال لي باقي ما تبعتش شي 100 درهم. عماد شكون غيشري الحاولي هذا العام هذا؟ اشريه الوالد، شكون اللي غيشريها ابراهيم؟ نسينا والو ما جمعتي والو؟ لا والو ما جمع والو، الحاولي عامل مليون ديال الفرنك الخوف بحال اللي غتشري الصانيه. نسينا تعاونهم في الدار ولا والو؟ ضروري كنعاونهم، كنعاونهم في كل شيء في الدار. والعيد نسينا كتعرف اخي ابراهيم. وهذا العام هذا شحال الجهد ديالكم مع تشريو الحاولي؟ غنشري واقيلا اذا ما كانش غنشري شي غالي مال خاو. يعني شحال الجهد ديالكم دابا؟ 3000 درهم 4000 هو هذاك الجهد. درويش كامل. تجيب الحاولي اخي. ماشي هي تجيب الحاولي والسلام. 4000 درهم شحال هذه كنا كنجيبو الحاولي. لا باقي ما شريناش. قنبه هي اللي شرينا الخاو علق صافا الدار. والله العظيم هي اللي زبص كنزبقوا بقنبه الشفره وموز دي الصليغ. اما الحولي هو الاخراني في ليله العيد عاد كتسمع باه ياك والله. خي ياسر واش جامع فلوس ديال الحولي ولا باقي؟ شنقول لك اخي ابراهيم في الساعه باقي ما جمعش وباقي الوقت ان شاء الله. تقدر تسلف وتمشي تشري الحولي؟ لا والو ما يمكنش. كاين واحد الهضره كلشي يقول لك خصنا نفرحوا العواول، خصني نفرح العائله. لا شريف هادي باش نتقربوا عند سيدي ربي، راه الحاجه قربان ماشي باش تفرح لي العائل. انت كتسميها باش كتسميها من الله سبحانه وتعالى ماشي من واحد الانسان. هذه واحد الحاجه غلطه. الا قدرتي تعيد عيد، ما قدرتيش بعد عليك من البنك، بعد عليك من الربا، وبعد عليك من اي حاجه. شريتي شي عيده ولا باقي؟ باقي اخي ابراهيم. فوقاش عاون ان شاء الله. شنقول لك اخويا لا جاب الله ماشي نشري ما جابش الله ما عندي ما نعمل. شحال الجهد ديالك هذا العام ان شاء الله يا ربي؟ شنقول لك الجهد الخاوه ديالي دابا حنا ما مزوجين ما والو، غنقولوا الدنيا هانيه ورانا اللي عنده وليداته. عندنا العوس غارين خصو يشوفوا الحاولي كتذباح والعائله وفاميليا والعالم، يعني حنا ما عندناش مشكل في هادشي هذا، حنا بدنا خصنا نفرحوا الوالدين ديالنا ونشوفوا كلشي فرحان، يعني يكون شوف مدبر يكون فرحان وفاقر يكون فرحان، كلشي يكون فرحان ابراهيم، هادشي اللي كنتمناو حنا من السلطات، الدرويش يكون فرحان واللي مدبر وفرحان، اي واحد يكون فرحان، حتى واحد ما يمشي مقوت سوايا ويقول لك العيد. شحال عاون ان شاء الله تشري الحاولي؟ ما نكذبش عليك اخي ابراهيم، لما كاين شي العيد اخي عيما تبر شي شبره طلع دبا شي حاولي طلع ثلاثه فيلا بطون وليدات، انا نقول لك هيدا اخي ابراهيم هضره ديال الرجال. واش انت كتشد نزل عليك الاخر ويقول لك 500، وانا جيني انا مشيت نشري الجمل حسن واقيل. وهي هادي ابراهيم انا الانسان مدمر، الدرويش مدمر ابراهيم، انا كنهضر من قلبي، الدرويش مدمر مدمر بزاف خسر من الجهد فهمتيني. مني دخلت كورونا والدرويش مدمر، حنا نهضروا في المعقول. ملي دخلت كورونا وحنا مدمرين الخوات، الدرويش راه مدمر، غير ربي كيفرج علينا والسلامة اخي ابراهيم. نهضروا منطقيا ابراهيم، الدرويش مدمر مدمر، الدرويش ما عنده ما ياكل، مدمر اخاو، مدخن عنده كريدي، مدخن ياخذ 10 مليار دور كيعمل كريدي، ماشي غير الدرويش ابراهيم. ودابا عيد الداسيه كتخرج بالكريدي، والعساس كيقول له من بعد، عادي تشري الحولي. السلام عليكم ورحمة الله اخي ابراهيم. با ديالي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. واش موجد شي فلوس ديال الحولي ان شاء الله؟ واش غادي نقول لك؟ ربي كنسين القدر ديال الله سبحانه وتعالى، كل واحد غيعيب باش كتب له الله. نسينا هذا العام ان شاء الله مشيت للسوق ولا باقي؟ واللي كيبان لك كيبان لك شي غالي. حولي والو كيقول لك 5000 درهم.
واحد بينوه قال لك جوج ديال المليون، اش من عده بهذا اللي غيكون اللي عيد غير 5000 درهم باش غادي يعيد؟ والمسكين مسكين الله يكون في العون والو ب 40000 40 2000 درهم اش غدير ليه؟ ودابا انت شحال الجهد ديالك تشري نحاول؟ واش غادي نقول لك حنا مع التيسير الله حنا مع العين على السوق تا نشوفوا القضيه اش فيها، الا ما كانش بلا ما نعيد ما كانش مشكل يعني الواحد ملي يكون لي فرصه هذا الشيء اللي كاين ما كاين حتى مشكل. كاين بعض الناس كيسلفوا باش كيشريوا الحاولين، انت تقدر تسلف باش تشري الحاولين؟ لا ما يمكنش ما نقدرش، وإلا قلت إلا غنسلفوا بالكريدي العام كامل وأنا كنخلص فيه علاش غادي علاش غنشريه؟ اللهم نتقى الرجاء ديال الله سبحانه وتعالى وصافي. تبارك الله. وهنايا نهاية الفيديو، وخليوا الآراء ديالكم في الكومنتير، نتلاقاو في السوق ديال الحاول. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.